ودلوقتي نعمل مع بعض حلو النهاردة اللي هو التشوكلت بودينج بالسحلب. نجيب سكينة وأجيب بول صغير أحط فيه الشوكولات. كده الشوكولات جاهزة، أشيل البورد ونبتدي نعمل البودينج مع بعض. هحط اللبن والفانيليا على النار، هحط البيض في أو صفار البيض بس في البول، وأجيب السكر والسحلب هضرب البيض مع السكر. اضربهم مع بعض لحد اللون بتاعهم ما يبتدي يفتح شوية، يبقى لون صفار البيض مش غامق زي ما كان غامق في الاول. دلوقتي اللبن بيغلي هحطه على جنب وهضيف السحلب على البيض وهخلط. وهضيف نص الحليب على البيض وهرجع اخلط تاني. وبعدين هرجع الخليط ده فوق بقيه اللبن. وارجعه على النار، اول ما يغلي اشيله من على النار على طول. ودلوقتي أضيف الشوكولاتة وأجيب ويسك علشان أقلب الشوكولاتة تدوب وأنا بقلبها في خليط بودينج السحلب. بالشكل ده. والشوكولاتة الداكنة بتحتوي على فلافونولز، والفلافونولز دي مهمة جدا لأن هي منشطة للدورة الدموية وكويسة للذاكرة وكمان مفيدة لضغط الدم. لكن طبعا أحسن حاجة في الشوكولاتة إن هي طعمها حلو وكلنا بنحبها. أوكي، دلوقتي البودنج جاهز. أجيب مغرفة وأحطها في الأكواب اللي أنا هقدمهم فيها.
وهنسيب البودينج برا الثلاجة لحد ما يبقى درجة حرارة الغرفة، وبعد كده هندخله الثلاجة يبرد خالص، وهنضف هنا واجيب اللي انا عاملاه من قبل كده، وبعد ما يطلع من التلاجة هرش على وشه برضو دارك شوكولات مبشورة بالمبشرة بتاعت الجبنة، ونزوق الوش بيها. وأطلع دلوقتي بعد ما أنظف أطلع اللي أنا محضراهم من قبل كده. وبكده نكون خلصنا حلو النهاردة، اللي هو الشوكولات بودينج بالسحلب، وإن شاء الله تجربوه ويعجبكم.